وداخل شركة من أكبر الشركات، قاعد رجل الأعمال المعروف خارج البلاد وداخلها أركان الألفي. الحسابات كلها غلط، بس يا فندم أنا مراجعة عليها كويس، بدل المرة الواحدة 10. طالما قلت غلط يبقى غلط. بس يا فندم حضرتك بص لها تاني بصة أخيرة، واضح كده إن أنت مش عاوزة تكملي في الشركة ديت، لأن كلمة كمان هتلمي حاجتك وتمشي بره. لا متأسفة يا فندم، أكيد أنا اللي حساباتي غلط، هعيد عليها تاني وأدخلها لحضرتك. كانت لسه هتمشي، وقفها وقال لها استني. نعم يا فندم. وانت ماشية في طريقك قولي لعم حسن يعمل لي كوباية قهوة سادة. حاضر يا فندم. وبعد دقايق، ايه القهوة دي؟ مالها يا فندم؟ اللي بعملها لك كل مرة، لا دي متغيرة وحاسس بطعم السكر فيها، ادلقها واعمل واحدة تانية غيرها بسرعة، مفهوم؟ حاضر يا باشا مفهوم. خرج حسن وبص أركان في الساعة بتاعته، ورفع الفون يكلم عم إبراهيم السواق. أيوة يا عم إبراهيم، أنت فين دلوقتي؟ أيوة يا ابني، بوصل الست هانم الصغيرة وبنتها. هو أنت استأذنت مني عشان توصلها؟ لا يا ابني محصلش. يبقى تنزلها دلوقتي حالا من العربية وترجع البنت للفيلا. بس يا ابني المسافة طويلة تاخدها مشي، كل ده مخصوم منك يوم عم إبراهيم عشان تبقى بعد كده تزعل على البني آدمة دي تاني، وخلال نص ساعة تكون عندي هنا، مفهوم؟ حاضر يا ابني. وقف عم إبراهيم العربية وكان مش عارف يقول لها ايه ولا يبتدي معاها ازاي. بقول لك يا بنتي، كان في حاجة كده عاوزة اقولها لك. ما تقولش حاجة يا عم إبراهيم، انا سمعت كل حاجة وكتر خيرك ان انت وقفت معايا، كفاية اللي حصل لك. على ايه بس يا بنتي؟ ربنا يصلح لك الحال يا رب. امين يا رب يا عم إبراهيم. اتفضل حضرتك وصل خديجة وانا ان شاء الله هحصلكم. ماشي يا بنتي. ماما انا عاوزة اروح معاكي. معلش يا حبيبتي لازم انزل دلوقتي، وان شاء الله مش هتأخر عليكي، بس اسمعي كلام عم ابراهيم وما تتعبهوش. اتفقنا؟ حاضر يا ماما اتفقنا. نزلت رقية ورجعت الصغننة مع عم ابراهيم، وبعد ساعة في الفيلا. ماما تأخرت قوي يا تيتا. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله زمانها جاية دلوقتي، وهو كمان عم اركان جه هنسأله عليها. ازيك يا امي عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. مش هتسلمي على عمه ولا ايه؟ ازاي حضرتك يا عمو؟ كويس. خديجة كانت بتسأل على مامتها، ما تعرفش راحت فين يا أركان؟ راحت مطرح ما راحت يا أمي، مش هتفرق كتير. ليه بس كده؟ حصل ايه تاني؟ ما حصلش حاجة، أنا بس حبيت أعلمها الأدب عشان بعد كده تستأذن قبل ما تمد إيديها على حاجة ما تخصهاش وتركب عربية غيرها، فنزلتها في نص الطريق. الأم بمفاجأة، ليه بس كده يا ابني؟ دي جالها اتصال إن خديجة تعبانة وكان لازم حد يروح يجيبها، فأنا اللي أصريت عليها تركب العربية مع عم إبراهيم. ولو يا أمي لازم تستأذن مني أنا الأول. وخارج الفيلا في الجنينة، آه يا رجلي رجلي تعبتني أوي من كتر المشي، وتعبت من حرارة الشمس. يا رب هون علي يا رب يا رب. لما أقوم بقى أتحرك أكيد خديجة مستنياني. دخلت رقية، بس أول ما شافها أركان اللي كان بيتكلم مع مامته. انا طالع اوضتي. طيب مش هتاكل يا ابني؟ لا نفسي تسدد. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا طنط؟ وعليكم السلام يا بنتي. خديجه بلهفه، ماما. قربت خديجه من مامتها وحضنتها. وحشتيني قوي يا ماما، كده تتاخري عليا كل ده. انت كمان يا قلب ماما وحشتيني. معلش والله غصب عني. هو ايه اللي اخرك يا بنتي كل ده؟ بس قلقتيني عليكوا كلنا. أصل أنا. وما كملتش كلامها ووقعت على الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، حد يطلب الدكتور بسرعة، حد يطلب الدكتور. أما أركان ما كانش لسه طلع أوضته وسمع وشاف كل حاجة، بس ما تحركش ولا حركة من مكانه، وكأن ما فيش حاجة حصلت قدامه. أنا بصراحة مش عارف لحد إمتى التمثيل ده هيفضل شغال. وبعد ساعة، هي الحمد لله كويسة دلوقتي، مجرد شوية إرهاق ولازم لها راحة. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. وقربت ماما ليلى منها وقالت لها كده برضو يا بنتي تخوفين عليك أنا وبنتك، داي حبيبتي من ساعة اللي حصل وهي ما سكتتش لغاية ما تعبت ونامت جنبك. معلش والله يا طنط، مش بإيدي، الحمد لله على كل حال. أنا عارفة يا بنتي إن هو مش بإيدك، بس اللي طلبه منك إن انتي تصبري وتحتسبي، وإن شاء الله قلبي بيقول لي اللي جاي أحسن.
وده برضو يقيني في الله عز وجل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فلاش باك من سنين. ايه ده؟ انت بتعملوا ايه؟ ابعدوا عنه وتقول له امشي يا بت من هنا، وما تدخليش في الملكيش فيه بدل ما نعلمك الادب. والله ما في حد عاوز يتعلم الادب غيركم انتوا الاتنين، عشان تعملوا في واحد زي ده كده. يا عم برعي، يا عم برعي. وما كملتش مناديه عليه وطلع يجروا. مالك يا بنتي، في حاجه؟ الحمد لله خلاص مشوي يا عمي. هما العيال دول رجعوا تاني؟ اه يا عمي، والمره دي بيستفرطوا بالغلبان ده اللي لا حول لي ولا قوه. هو انت ليه بتقولي عليا كده؟ انا تعبان، بس بعرف ادافع عن نفسي. انا اسفه بجد، ما كانش قصدي. ما قدرتش تكمل كلامها، ولقيت اللي بقى ينزل على خدها من غير ما تحس. اما بلال صعبت عليه وحس بطيبتها وحب يصالحها. خلاص خلاص ما تزعليش، انا كمان مش قصدي وهصالح، وهجيب لك المصاصه اللي بالفراوله اللي بحبها. خلاص ماشي موافقه، بس بشرط تدخل تاكل لقمه الاول وتحكي لنا فين اهلك عشان ندور عليهم. لا لا انا مش عاوز ارجع تاني هناك. طيب خلاص حاضر، تعالى بس ادخل كل لقمه. بلال بفرحه ماشي، انا اصلا جعان قوي جامد. هو بعد شويه، هاي يا ابني الاكل عجبك قوي قوي يا طنط؟ مين اللي عمله؟ اللي عملته هي رقيه. جميل قوي يا رقيه، انا هخليكي تيجي معايا الفيلا عشان تعملي لي زيه. ولا اقولك، لا انا مش عاوز ارجع هناك تاني، انا عاوز اقعد هنا. ده بيقول فيلا يا بنتي، انا فعلا اخدت بالي من لبسه، قلت ده اكيد ابن ناس. بس يا خاله ده شكله مش مستريح هناك، بس مش عارفه ايه السبب. طب ما تسالي يا بنتي كده، ده شكله استريح لك قوي. حاضر يا خاله. بقولك يا بلال، انت ليه مش عاوز ترجع الفيلا؟ ساب بلال الاكل اللي في ايده ومرضاش يرد. ما تقلقش يا بلال، قول لي وعمره ما حد هيجي جنبك واحنا معاك، لان عم برعي والخاله توته هما اللي ربوني من وانا صغيره، وعمرهم ما خلى حد يمسني. بس وراه قدامه وقال لها، بس انا خايف لحسن تظهر فجاه. تظهر؟ مين دي اللي تظهر؟ المربيه بتاعتي. طب هي كانت بتعمل لك ايه؟ لا لا مش هقدر اقول. ما تقلقش، مش قلتلك احنا جنبك؟ اطمن بلال ليها، وبدأ يحكي لها معاملة المربية ليه اللي كان قلبها كان عامل زي الحجر عليه. يا حبيبي يا ابني، طب ازاي انت كنت ساكت كل ده؟ هو مين عايش معاك؟ عايش معايا خالت واخويا. طيب ليه ما حكيتش لاخوك وخالتك؟ خالته ما كانتش عارفة تعمل حاجة، اما اخويا مش بيصدق كلامي وبيقول لي لا المربية دي كويسة. انت بتعمل كده عشان تمشيها؟ بس انا زعلت منه لانه مش مصدقني، فبدل ما يمشيها هي مشيت انا. طيب انت ساكن فين يا بلال؟ فاكر؟ لا مش عاوز اروح تاني، ابي اركان مش هيصدقني وهيخليها قاعده معايا. ما كملش كلامه ولقى فجأة اللي ظهر قدامه. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهارده يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستاذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو مكنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوب على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كملش كلامه ولقى فجأة اللي ظهر قدامه. أبي أركان، بقى احنا دايخين عليك من الصبح وانت هنا قاعد تاكل؟ لا لا أنا مش عاوز أرجع تاني هناك. بقولك يلا أحسن لك تعالى معايا حالا. وقفت رقية قدامه وقالت له بكل شجاعة، كفاية كفاية، حرام عليك، انت مش شايفه خايف ازاي وانت قاعد تزعق فيه بالشكل ده؟ وسعي انت التانية من قدامي. مش موسعها. وانتي مين بقى ان شاء الله عشان تقفوا قدام اركان الالفي؟ وهنا بقى رد بلال، دي خطيبتي. اتفاجأ الكل من كلمة بلال على رقية، وكان لسه هيتكلم اركان دخلت ليلى. كفايك يا اركان، انت مش شايف عامل ازاي؟ انا مش ماشي من هنا يا امي الا لما يرجع معايا دلوقتي حالا.
ماشي يا ابني، استناني بس في العربية 5 دقايق وإحنا الاتنين هنطلع ليك. ماشي يا أمي. أنا أسفة جدا على اللي عمله أركان معاكم، هو قلبه طيب قوي وبيحب أخوه جدا، بس بيعبر عن انفعالاته بالشكل اللي انتوا شفتوه ده من خوفه عليه. حصل خير يا هانم؟ هو حضرتك مامت بلال ازاي؟ اصل قال ان مامته وباباه مش موجودين. بصت ليها ماما ليلى بحب وفي نفس الوقت استغربت، لان غريبة قوي، بلال عمره ما فتح قلبه لحد ولا اتكلم معاه. انت تقريبا اول واحدة يقول لها الكلام ده. ايوه انا خالته مش مامته، بس انا اللي ربيتهم، كأنهم ولادي بالظبط. أيوة فعلا هو بيحبك قوي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي رقية. الله، اسمك جميل قوي يا بنتي. شكرا يا طنط. مش يلا بقى يا بلال يا حبيبي عشان ما نتعبش الناس الطيبة دي معنا أكتر من كده؟ لا لا يا ماما، أنا مش عاوز أسيب رقية تاني، ولو عاوزين أرجع خلي رقية ترجع معايا، لأن هي الوحيدة اللي تقدر تدافع عني، وقفت قدام أبي أركان عشان خاطري. يا ابني ما اقدرش اوعدك بحاجة مش هقدر انفذها. يبقى خلاص مش راجع. بصت رقية لبلال وقالت له، مش انت بتصدقني يا بلال؟ ايوة يا رقية انا بصدقك. يبقى روح مع خالته، وانا اوعدك بكرة ان شاء الله هاجي ازورك انا والخالة. اتفقنا؟ وعد وعد يا بلال. ومع الوعد ده اللي صدقه بلال، وكانت رقية صدقة فيه. اتحرك بلال وركب العربية ورجع معهم للفيلا على أمل اللقاء. وتاني يوم أركان بيه، في اتنين واقفين بره عاوزين يقابلوا ليلى هانم وبلال بيه. دخليهم. دخلوا واتفاجئوا ان اللي قابلهم أركان مش ماما ليلى ولا بلال. سلام عليكم. وعليكم أفندم. اتحرجوا هما الاتنين من ردة فعله، والخالة قالت لها، هو في ايه يا بنتي؟ هو محدش قاله ان احنا جايين ولا ايه؟ مش عارفة يا خالة، استني كده حاول استفسر منه. حضرتك احنا جايين نقابل مدام ليلى وبلال. ليه ان شاء الله؟ لان ده وعد وعدته بيه وهنفذه باذن الله. لا متشكرين ومستغنين عن خدماتكم، وياريت ما توريناش وشكم تاني، لانكم مش هتطولوا ولا ملين مننا. رقية بنفس صبر، اسمعني بقى يا سعادة البيه، انت من ساعة ما دخلنا هنا، لا من ساعة ما دخلنا هنا ايه، ده انت كمان من امبارح، وانت اول ما شفتنا وانت بتعاملنا معاملة مش ولا بد. اوعك تفتكر عشان معناش فلوس زيك يبقى هنمد ايدينا ليك ولا لغيرك. احنا فقراء بس عندنا غنى نفس، انت نفسك ما وصلتش ليه. خرجوا هما الاتنين، اما اركان ما كانش مصدق انها تقول له الكلام ده. يا همام يا سعاد. نعم يا سعاد البيه. البني آدمة دي لو دخلت هنا تاني الفيلا ولا هوبت جنبها تبلغوني، وانا هتصرف معاها بنفسي. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة البيه. ومع صوت ده خرجت ماما ليلى. في ايه يا ابني صوتك عالي كده ليه؟ تخيل البت دي بتاعت امبارح تغلط فيا وتقولي ان انا عندي غنى نفسي مش عندك، انا اركان الالفي يتقلي كده؟ وهي فين دلوقتي يا ابني؟ مشيتها طبعا. ليلى بمفاجأة، ليه؟ ليه يا ابني عملت كده؟ ده لو بلال عرف آخرة الأمر ده مش هتكون كويسة. يعني عاوزاني بعد اللي عملته اسكت لها وأقول لها اتفضلي أهلا وسهلا بيكي؟ أيوة يا ابني عشان أخوك تسكت. وهو هيحصل له إيه يعني؟ هيرجع يعيش زي ما كان عايش قبل كده؟ بلاش بلاش قلبك يتحول بالشكل ده يا ابني على أقرب الناس ليك، لأن أنت اللي في الآخر لو حصل لهم حاجة هتكون أول واحد تزعل عليهم. وفعلا كان يدوبك أيام وحرارة بلال بدأت ترتفع عن اليوم اللي قبله، لأن كان منتظر رقية ومش لاقيها جنبه. يا رقية انت فين يا رقية؟ مش وعدتيني ان انت هتيجي؟ انا مستنيك بس مش قادر استنيك اكتر من كده، من فضلك ردي عليا. الأدوية مش نافعة معايا أركان بيه. طب والحل ايه يا دكتور؟ أظن حضرتك عارف الحل اكتر مني. خرج الدكتور. أما أركان، أنا استسلمت يا ماما خلاص، هاتوا له البنت اللي اسمها رقية. ليلى بفرحة، بجد بجد يا ابني؟ للأسف أيوة، بس طول ما هي هنا مش عاوز أشوف وشها. ماشي ماشي يا ابني. وبسرعة راحت ماما ليلى لبيت رقية. معلش أنا عارفة إن الوقت متأخر ومش عارفة أقابلكم بأنه وش الصراحة، بس بلال
وبدأت تحكي لهم كل حاجة. حاضر يا مدام ليلى، احنا هنيجي مع حضرتك حالا. وكانت دايه ووصلوا هناك عند بلال اللي أول ما شافها فاق. رقية، أنا مش مصدق، أنت بجد جيتي؟ أيوة بجد يا بلال. وتعدي أيام وتتردد رقية على فيلا أركان مع خالتها لحد ما في يوم. معلش يا مدام ليلى في اللي هقولهولك ده، بس دي آخر مرة هندخل فيها الفيلا تاني. ليلى بمفاجأة، ليه؟ هو حد زعلكم في حاجة؟ ده حتى أركان مش بيظهر طول ما انتوا موجودين. هو عمل حاجة وأنا معرفش. لا يا ست هنم، بس زي ما حضرتك عارفة إن احنا ناس على قدنا، والناس حوالينا بدأت تاخد بالها إننا بقينا نتردد على الفيلا كتير، والبنت دي صغيرة ما ينفعش تدخل فيلا كل شوية فيها اتنين شباب، وكمان البيه الصغير بقى الحمد لله أحسن كتير من الأول، فمعلش سامحينا. أنا بجد مش عارفة أشكركم قد إيه على اللي عملتوه معانا، وخاصة الرقية. قربت ماما ليلى من رقية وحضرتها وقالت لها: بجد يا بنتي أنا حبيتك من جوه قلبي، ما أعرفش إيه السبب بس حبيتك، وعشان الجميلة اللي عملتيها لنا ديت لو ينفع يعني تسمحي لي إن أقدم ليكي حاجة بسيطة تعبر عن شكري ليكي. وأنا كمان حبيتك أوي يا طنط، بس متأسفة مش هقدر أقبل من حضرتك المبلغ ده لأني ما عملتش حاجة عشان أستحقه، وإن كان حضرتك شايف إن عملت حاجة مع بلال فأنا عاملاها لوجه الله. وتعدي أيام في غياب رقية عن بلال. للأسف حالته بقت أكتر من الأول، ولو استمر على الأمر ده ممكن لا قدر الله. لا لا قدر الله يا دكتور، ما تقولش كده من فضلك. تمام يا أركان بيه، بعد إذنك. خرج الدكتور، أما أركان بس لخالته وقال لها: إيه الحل يا أمي؟ أنا بجد ما بقتش عارف، أديني جبتها له لحد عنده وجيت على نفسي، بس دلوقتي هي اللي مشت بإرادتها، يعني ما فيش حاجة أقدر أعملها بإيدي ولا حل قدامي. لا في حل يا ابني. إيه؟ إيه هو؟ إن بلال يتجوز رقية. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوب على السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.